أهلا بكم إلى الساعة الأخيرة، معكم فيها أنا فدا باسيل. موسكو ستبدأ بتسليم أنقرة منظومة صواريخ S-400 اعتبارا من العام القادم، فما هي الرسائل وما هو موقف واشنطن والناتو؟ السوريون يحيون الذكرى الخامسة لمجزرة الكيماوي في الغوطتين، والمحاسبة لازالت غائبة. وفي المغرب عودة للتجنيد الإلزامي، السلطات تقول إنها خطوة لإذكاء روح الوطنية لدى الشباب، والمنتقدون يعتبرونها لصرف النظر عن مشكلة الشباب الاقتصادية والاجتماعية. الرئيس الأمريكي يقول إن إسكات فيسبوك وتويتر لبعض الأصوات أمر شديد الخطورة. كونوا معنا. Civilians with chemical weapons. رسائل سياسية مغلفة بصفقات عسكرية، فقد أعلنت موسكو أنها ستبدأ بتسليم منظومة صواريخ S-400 الدفاعية لتركيا العام المقبل. نشر تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي لمنظومة S-400 الروسية كان قد أثار غضب واشنطن، التي اعتبرت أن ذلك قد يشكل خطرا على عدد من الأسلحة الأمريكية الصنع المستخدمة في تركيا بما فيها طائرات F-35. يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية التركية توترا غير مسبوق. عادت إلى الواجهة منظومة الصواريخ الدفاعية S-400 التي تعزز الأمن والاستقرار حسب موسكو، وتخل بميزان القوى حسب من يواجه هذه المنظومات. تلعب دورا مفصليا في عقيدة القوات المسلحة الروسية، وبالنسبة لقوات الغرب هي المنطقة المحظورة. يعني ذلك أن قوات الناتو لا يمكن أن تتحرك في المرمى المجدي لهذه المنظومة دون أن تكون معرضة للخطر. التذكير بموعد تسليم السلاح يأتي على خلفية معطيات جيوسياسية ترسم خريطة جديدة للتحالفات الدولية. تنسيق روسي تركي وتناغم في المواقف حول الملف السوري. عندما كنت في أنقرة قبل أيام اتفقت مع الوزير تشاوشولو على أن فصل النصرة عن المجموعات المسلحة المستعدة للمشاركة في التسوية أولوية، وأمل أننا سنلتقي قريبا، بل سنصل إلى اتفاق. تفرض الولايات المتحدة عقوبات على روسيا وتركيا تدفعهما إلى أحضان بعضهما البعض. لا تسرع موسكو بالرد على العقوبات الأمريكية، وتمتن علاقاتها مع دول لا تتدخل بالملف الأوكراني أو الجورجي، ولا تضع شروطا سياسية على أي صفقات عسكرية أو اقتصادية رابحة. تصر تركيا على المضي قدما في مواجهة الولايات المتحدة وعلى شراء المنظومات الصاروخية الروسية رغم تحذير الولايات المتحدة. دخول S-400 إلى ترسانة ثاني أقوى جيش في حلف الناتو يثير قلق الولايات المتحدة، ويشكل سابقة قد تترك أثرا ناهيك عن تداعياتها على العلاقات الثنائية الأمريكية التركية وارتداداتها في المنطقة. محمد حسن، تلفزيون العربي، موسكو.
ينضم إلينا من إسطنبول الدكتور سعيد الحاج الباحث في الشأن التركي، كما ينضم إلينا من موسكو يفجيني سيدروف الكاتب الصحفي الروسي، وينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن الدكتور حسن منيمني الباحث السياسي المختص في الشأن الأمريكي. سيد يفجيني، أبدأ معك، ما الرسالة من وراء تسريع تسليم تركيا لهذه المنظومة S-400 وما مصلحة روسيا في ذلك؟ نعم، أولا كل عام وأنتم بخير جميعا، وثانيا طبعا بالنسبة لهذا الإسراع الروسي، ربما يأتي هذا لسببين، أولهما تلبية لطلب تركيا التي ربما تسرع في حماية مجالها الجوي بشكل كامل، لأنها ترى، أي تركيا ترى، أن ما بحوزتها من وسائل الدفاع والدفاعات الجوية لا يكفي لتغطية سمائها في وجه المخاطر المحتملة. ومن جهة أخرى، روسيا ربما تريد أن تستغل الآن الخلافات القائمة بين أنقرة وواشنطن لربط تركيا بسياستها، بسياسة الروسية فيما يتعلق بأهم الملفات الدولية الإقليمية. بطبيعة الحال يأتي في مقدمتها الملف السوري، حيث تأمل موسكو بأنها تستطيع أن تنسق وتتفق مع أنقرة حول طرق التعامل مع ما هو الأصعب الآن في ما يتعلق بالوضع في سوريا، وهو الأوضاع المحيطة بإدلب ومستقبلها. طيب سيد سعيد الحاج، أشار السيد يفجيني إلى يعني استغلال الخلاف الأمريكي التركي لجذب تركيا إلى المعسكر الروسي إن صح التعبير، ولكن لماذا تخاطر تركيا بعلاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية وإن كانت مضطربة في هذا التوقيت بالانجرار نحو المعسكر الآخر بشكل كامل؟ مساء الخير لك يا ولد الضيفين والمشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. بطبيعة الحال ملاحظ أن روسيا تستثمر في هذا التوتر بالعلاقة بين أنقرة وواشنطن، وتريد أن تحتوي أكثر تركيا المهمة بالنسبة لها في الملف السوري وبعض قضايا المنطقة، والجيش الثاني في الناتو كما أشرتم لهم في التقرير قبل قليل، أن تحتويها أقرب لها وبعيدا عن الناتو، هذه مصلحة روسية واضحة. لكن أيضا تركيا تنظر للأمر من ميزان أو من منظور منها القومي، بمعنى تركيا ما زالت حتى الآن رغم كل ما تنتج ورغم الأزمات التي تحيط فيها ما زالت مفتقرة لنظام دفاعي صاروخي أو جوي، وبالتالي هي حاولت قدر الإمكان قبل ذلك. خيبة أمل ربما عاشتها تركيا بتعبير أساس الأتراك من منظومة الناتو، من الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء الأوروبيين، أولا بسحبهم بطاريات باتريوت التي كانت منتشرة على الأراضي التركية منذ عام 2013، سحبت ولم يجدد لها في آب أغسطس 2015، وثانيا رفضوا بيع تركيا أي منظومة دفاع، وبالتالي هم لم يريدوا لها أن تشتري من روسيا أو من الصين كما حاولت سابقا، ولم يريدوا أيضا أن يزودوها بهذه المنظومة الصاروخية، وبالتالي تركيا وجدت نفسها مضطرة ربما أن تذهب لهذا الخيار مؤخرا ومؤخرا فقط بعد إبرام S-400 مع موسكو. عرضت واشنطن على أنقرة النقاش حول باتريوت. سيد سعيد، يعني على الرغم من هذه الخلافات وعلى الرغم من أن العلاقات اليوم في أسوأ أحوالها بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن تركيا هي عضو في حلف الناتو كما ذكرت وكما أشار التقرير، والعقيدة العسكرية للقوات التي تتشارك مع بعضها داخل حلف الناتو تعتبر روسيا العدو الأول، إذن كيف يمكن الموازنة بين عقيدة حلف الناتو التي تركيا هي جزء منه وروسيا التي يعتبرها هذا الحلف عدو واليوم تتشارك معها بشكل أوسع وأكبر تركيا؟ هذا كلام صحيح وسليم جدا وفي مكانه. في نهاية المطاف بطاريات S-400 سوف تعتبر الأسلحة حلف شمال الأطلسي هي العدو وهي التي تواجهها بطريقة أو بأخرى، وبالتالي أولا هذا خطر على منظومة السلاح لحلف شمال الأطلسي، وهي ربما لن تفيد تركيا للدفاع عن جميع الأخطار، وبالتالي هي ربما ستحتاج أيضا لمنظومة أخرى تدمجها معها، وهذا تحدي كبير جدا يتحدث به خبراء العسكرية الأتراك، أنه من الصعب الدمج بين الأمرين، بين سلاح روسي وبين سلاح أطلسي، وأيضا كيف سنسق ذلك على الأرض وما إلى ذلك. لكن النقطة الأهم
أن تركيا صحيح عضو في حلف شمال الأطلس، لكن العلاقات داخل الحلف والعلاقات في الساحة الدولية لم تعد هي نفسها علاقات الحلف أيام الحرب الباردة ولا حتى تسعينات القرن الماضي. تركيا أرضية العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بعيدا حتى عن الأزمة الحالية هي أرضية متوترة، أزمات متلاحقة متعلقة حتى بالأمن القومي التركي. عندما نتحدث عن الكيان الموازي هو كيان متهم بالوقوف خلف محاولة انقلابية في تركيا، عندما نتحدث عن الدعم الأمريكي للفصائل الكردية المسلحة في سوريا فهي مصنفة إرهابيا وتحاول إنشاء كينونة سياسية معينة أو كيان سياسي معين على حدود تركيا الجنوبية، وبالتالي الأمر أيضا مرة أخرى متعلق بالأمن القومي التركي. ولذلك طيب تركيا لماذا روسيا ولديها بدائل تركيا إلى محاولة الاستقلالية نوعا ما أو التوازن؟ حاولت مع الصين في عام 2013 وبضغط من حلف شمال الأطلس ربما ذهبت إلى الخيار الروسي، لكن عندما سدت أمامها الآفاق تماما والتصنيع الداخلي المحلي الذي تعمل عليه سيأخذ وقتا طويلا جدا، ربما هناك استشعار لخطر بطريقة أو بأخرى. وربما تدرك أنقرة أيضا أن التقارب مع موسكو هو أكثر عوامل الضغط أو أوراق الضغط على التحالف الأطلسي، وربما هذا أتى بنتيجة نوعا ما. بالنهاية واشنطن مؤخرا جدا كما ذكرت قبل قليل عرضت على أنقرة الحوار في مسألة إمكانية تصدير بطاريات باتريوت إلى تركيا، لكن تركيا لا تريد أن يكون ذلك بديلا عن إس 400 وإنما أمران أو أمرين مكملين بعضهما البعض. دكتور حسن منيمني، الولايات المتحدة الأمريكية لوحت بعقوبات على تركيا في حال أقدمت على هذه الخطوة، ما هو المتوقع من الولايات المتحدة الأمريكية في وقت العلاقات بين الجانبين في أسوأ مراتبها؟ لأن شعار المرحلة أمريكيا هو التصعيد والتفريط مع تركيا، فواقع الحال بأن المتوقع أن تكون الخطوات المقبلة هي خطوات عقابية ويلحقها تصعيد من الجانب التركي كذلك. ولكن علينا أن نلاحظ هنا بأن الخطر على الأمن التركي، الخطر الصاروخي على الأمن التركي مصدره السلاح الروسي من سوريا تحديدا، ليس هناك خطر آخر صاروخي يهدد الأمن التركي ويتطلب هذه المنظومة. إذن روسيا تقوم في هذه المسألة بدور مشعل النيران والإطفاء في عين واحد. هي هذه قدمتها الولايات المتحدة لموسكو حقيقة، ولا تلام روسيا على استغلال الظرف. هي الإهمال الأمريكي لتركيا والإساءات الأمريكية لتركيا وما قابلها حقيقة من الجانب التركي من إساءة فهم الواقع الأمريكي وبالتالي عدم الاستفادة من الفرص التي كانت متاحة أدت إلى تباعد وإن كان مرحليا في العلاقات بين الجانبين. تحدثتم عن خطوات عقابية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ما شكل هذه الخطوات؟ لأنه في كلام عن إمكانية نقل مصانع الأس 35 من تركيا إلى إسرائيل، يعني هل نتحدث عن عقوبات اقتصادية أم يمكن أن يتطور الموضوع إلى أبعد من ذلك؟ واقع الأمر بأن العقوبات لابد لها من وجهة نظر أمريكية في ظل الطبيعة المشخصنة لصياغة القرار في الولايات المتحدة من أن يكون لها جانب استعراضي، أي لابد أن تبدو وكأنها مؤلمة. نذكر هنا كيف أن مثلا الرئيس الأمريكي ادعى بأنه هو من أسقط الليرة التركية وقدم بذلك حقيقة هدية لأردوغان الذي تمكن من إلقاء اللوم على الولايات المتحدة بدلا من التعاطي مع الأزمة الاقتصادية الداخلية في تركيا. نستطيع أن نشهد المزيد من هذه العقوبات التي هي حقيقة معدة للاستهلاك المحلي. طبعا هناك من يدرك ولا سيما في المؤسسة الدفاعية في الولايات المتحدة بأن المحافظة على العلاقة مع تركيا أولوية، ولكن اليوم القرار سياسي وآني مرحلي وليس دفاعي وعلى المدى البعيد. طيب أعود إليك سيد يفجيني. سيد يفجيني، الهدف هو جذب تركيا فقط أم ضرب الناتو من قبل روسيا من خلال تزويد تركيا بهذه المنظومة، منظومة أس 400؟ لا أعتقد بأن هناك هدف لضرب الناتو، هو يعني ربما حركة استعراضية من قبل موسكو لتبين أو تستعرض للغرب أنها ليست واحدة وبإمكانها جذب تركيا كحليف له. ولكن لابد هنا من ملاحظة أن روسيا تنظر إلى تركيا على أنها حليف مرحلي لا أكثر من ذلك. من الصعب أن يتصور المرء كما يقول البعض في روسيا أن تركيا ستظل حليفة لموسكو على المدى البعيد، لأنها أولا عضو في الناتو، ثانيا لديها علاقات طويلة الأمد مع الولايات المتحدة. حتى إذا أخذنا بعين الاعتبار الملف السوري، هناك موضوعيا تقارب بين تركيا
والولايات المتحدة يلوف في الأفق، لأن الولايات المتحدة لا تريد أن تسيطر قوات النظام على مناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، وهذا ما يضع واشنطن موضوعيا في تحالف مع تركيا التي طبعا تحارب قسد أو قوات سوريا الديمقراطية بحجة أن هناك عناصر إرهابية. نحن عندما نتحدث عن منظومة صواريخ S-400 هذا لا يقف عند هذا الحد، بل هذا يتطلب تدريب وتأهيل جنود أتراك لاستعمال هذه الصواريخ واستخدامها، وبالتالي الارتباط مع بين تركيا وروسيا. ما يخشى منه البعض هو تحول هذا التقارب إلى تحالف استراتيجي في ظل الخلاف التي تعيشه تركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الاتحاد الأوروبي ومع الغرب بشكل عام. لا، هذا صحيح من جهة، ولكن من جهة أخرى أعتقد بأن أردوغان يحاول قتل عصفورين بحجر واحد كما يقال، وهو بلا شك بالحفاظ على علاقات براغماتية مع روسيا لا يريد تباعدا كاملا مع الولايات المتحدة، ما يدل عليه التصريح الأخير الذي أدلى به مؤخرا وزير الخارجية التركي شاوشوغلو، الذي قال إنه لا يريد تدهورا شديدا للعلاقات مع الولايات المتحدة، ولكن حسب قولها على الولايات المتحدة أن تغير موقفها من التعامل مع تركيا في هذا الوقت بالذات. هذا الكلام وراءه نية تركيا الحفاظ على نوع من علاقات طبيعية مع واشنطن، رغم أن تركيا تشتري صواريخ S-400 في العام المقبل قبل عام مما كان أعلن عنه سابقا، لأنه كان من المقرر أن تتم هذه التوريدات في عام 2020. هنا تحول للسيد سعيد الحاج. ما حصل الآن هو تغيير. يعني سيد سعيد، ما حدود العلاقة بين روسيا وتركيا؟ هل نحن أمام مرحلة جديدة أو تحولات في التحالفات الاستراتيجية لتركيا بعد الذي جرى؟ لا، أنا لا أعتقد ذلك. أنا أتفق مع الضيف من موسكو أن كلا الطرفين روسيا وتركيا تدركان أن التقارب بينهما الآن تكتيكي وليس استراتيجيا، يعني بعيدا عن منظومة S-400 التي لا يمكن أن تحمي تركيا بشكل كامل، وستحتاج لمنظومة غربية أخرى تحميها من أخطار من الناحية الأخرى. حتى على المستوى السياسي والعسكري والأمني والاستراتيجي، خلفية العلاقات التركية الروسية، المطامع الروسية، الخلاف في سوريا، الخلاف في القوقاز، الخلاف في البلقان والتنافس هناك، البحر الأسود، إقليم القرم في أوكرانيا، كل هذه الملفات الحقيقة تقول أنه من الصعب جدا الحديث عن تحالف استراتيجي بين تركيا وبين روسيا. لكن تركيا تحاول قدر الإمكان أن لا تعتمد فقط على المحور الغربي، لكنها تدرك أنها في المقابل أيضا لا يمكن لها أن ترمي كل أو أن تضع كل بيضها في السلة الروسية، ولذلك هي تحاول قدر الإمكان اللعب على الهوامش الرمادية في الخلافات الروسية الأمريكية، تحاول قدر الإمكان أن تنوع وتعدد علاقاتها في السياسة الخارجية وأيضا مصادر تسليحها، لأن هذا يعطيها نوعا من الاستقلالية ونوعا من المرونة وفي سياستها الخارجية. لكن على المدى البعيد هذا لن يكون. بهذه الحالة في ظل هذه التوازنات الدقيقة، ما هامش الخطأ سيد دكتور سعيد؟ يعني في ظل هذه التوازنات يرتفع هامش الخطأ. بطبيعة الحال، لكن نحن نتحدث الآن عن أزمة علاقات بين أنقرة وواشنطن. في نهاية المطاف المشكل في الأمر أنه رغم إدراك تركيا لهذه الهشاشة في العلاقات التركية الروسية، ورغم أنها ما زالت حتى اليوم تتحدث عن رغبة في التسوية مع واشنطن، رغبة في حل المشكلات لكن ليس على قاعدة الإذعان والرضوخ للضغوط وما إلى ذلك، واشنطن من طرفها ليست مدركة أن زيادة الضغوط على أنقرة تدفعه أكثر فأكثر نحو موسكو وليس العكس. في المقابل أنقرة ترى أن زيادة التقارب والتنسيق مع موسكو يفترض أن يعني يفرض ضغوطا معينة على واشنطن لتفتح مجالات معينة. حصل ذلك قبل الانتخابات، رأينا اتفاق حول منبيج، رأينا تعيين السفير الأمريكي، رأينا تسليم أول طائرة F-35، لكن السلوك الحالي لإدارة ترامب يذهب بالاتجاه المعاكس، يفرض ضغوطا على أنقرة، لكن السلوك التركي المعروف والذي كان متوقعا هو عناد أكبر واقتراب أكثر من موسكو. لكن في المستوى الاستراتيجي اسمع رأي الدكتور حسن في هذه النقطة بالتحديد، وما زالت تريد علاقات جيدة مع واشنطن. يعني دكتور حسن، وفقا للتفكير الأمريكي وترامب وما يضعه من شعار الولايات المتحدة أو أمريكا أولا،
تقارب اليوم الروسي التركي هل سيؤدي إلى تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا بالنهاية؟ لأنه كمان من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن لا تتقارب أكثر فأكثر تركيا من روسيا ومن المحور الروسي، أم أنه سينعكس سلبا على العلاقة بين البلدين تركيا والولايات المتحدة؟ الراجح هو التصور الثاني وليس الأول. التقارب التركي الروسي ينظر إليه من جانب الرئيس ترامب شخصيا على أنه استفزاز، على أنه خروج عن الطاعة. نعم، المنطق هو منطق إذعاني، المطلوب من الحلفاء بين مزدوجين هو الطاعة للولايات المتحدة، الرضوخ للولايات المتحدة. لذلك هناك مجاهرة من جانب هذا الرئيس بعداء لا سابق له فيما يتعلق بالعلاقات مع دول عديدة ومنها تركيا. كيف يجوز أن يتباهى رئيس أمريكي بأنه هو من هدم اقتصاد دولة حليفة؟ بغض النظر عن صحة هذا التباهي، لأنه خاطئ على أي حال، ولكن نحن أمام، عندما نتحدث عن أمريكا أولا نتحدث عن أمريكا التي تتجاوز منطق الندية في العلاقات مع الحلفاء وتصر على منطق الخضوع. لذلك أقول بأن طبعا هناك في واشنطن من لا يريد ذلك، طبعا هناك في واشنطن من يدرك تماما بأن العلاقة الاستراتيجية مع تركيا ولابد لها أن تستمر كذلك، ولكن في واشنطن أيضا هناك صف عريض من المعارضين للخصوصية في العلاقة مع تركيا ومن يريد لهذه العلاقة أن تتراجع. وبالتالي فالرئيس الأمريكي ليس وحيدا في هذا الشأن، رغم أن المؤسسات الأمريكية تدرك أهمية العلاقة على المدى البعيد. يعني كان بدي تعليق من السيد سعيد الحاج، ولكن للأسف انتهى الوقت. الباحث في الشأن التركي السيد سعيد الحاج، شكرا لك. كما أشكر الدكتور حسن منيمني، كنت معنا من واشنطن عبر سكايب، الباحث السياسي، ومن موسكو يفغيني سيدروف، الكاتب الصحفي الروسي. خمسة أعوام مضت على مجزرة الكيماوي في الغوطتين الشرقية والغربية التي ارتكبتها قوات نظام الأسد. نحو 1500 شخص ماتوا اختناقا بالمواد الكيماوية، حتى أن السوريين وصفوهم بأنهم شهداء بلا دماء. المجزرة تبعها مجازر أخرى، ورغم لجان التحقيق الدولية وتوثيق الانتهاكات إلا أن الفاعل لا يزال بلا محاسبة، وتم الاكتفاء بالقبض على سلاح الجريمة وترك مرتكب الجريمة بلا حساب. قوات النظام بحسب عديد التقارير شنت هجوما بأسلحة كيميائية بضمنها غاز السارين على بلدات في غوطة دمشق، وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومصادر أخرى تراوح عدد القتلى ما بين 1200 إلى 1400 شخص. الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما هددت بشن ضربة عسكرية لمعاقبة نظام الأسد، سرعان ما تلاشت إلى قبول بعرض تقدم به وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى نظيره الأمريكي في حينها جون كيري بإفراغ سوريا من الأسلحة الكيميائية، وأن تقوم فرق مفتشين دوليين بالتحقق من سير تلك العملية ونقل المخزون الذي لا يمكن تدميره في سوريا إلى مناطق خارج البلاد بواسطة السفن. ولكن هل منعت تلك الإجراءات نظام الأسد من شن تلك الهجمات على الشعب السوري؟ فهجوم الغوطة في 21 من أغسطس آب 2013 تبعه العديد من الهجمات في أي منطقة أراد النظام تحقيق نصر عسكري فيها. لجان تحقيق دولية ومفتشون أكدوا استخدام الكيميائي، وبعض التقارير أثبتت أن النظام السوري هو من يقف وراءها، إلا أن شيئا لم يتغير. فالفيتوروسي الصيني كان دائما حاضرا في مجلس الأمن في محاولة لمحاسبة الفاعلين. المجتمع الدولي بدا عاجزا واحيانا متواطئا، أما الإدارات الأمريكية فاكتفت بالتصريحات. أما عمليا وبعد خمس سنوات فنظام الأسد يحصل على الدعم العسكري والدبلوماسي من حليفته موسكو التي تعمل على إعادة تعويمه دوليا، تارة من خلال ما فرضته آلتها العسكرية المدمرة على أرض الواقع، وهو ما ترجم على شكل توسع رقعة سيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية لها
وتارة أخرى من بوابة عودة اللاجئين وإعادة الإعمار. مضت مجزرة الغوطة ومضى بعدها عشرات المجازر، وكل ما فعله المجتمع الدولي هو القبض على أداة الجريمة بينما لا يزال الفاعل بلا محاسبة. ينضم إلينا من ريف حلب يوسف البستاني الصحفي وشاهد على مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية، كما ينضم إلينا عبر الهاتف من بروكسل العميد زاهر الساكت مدير مركز التوثيق الكيماوي السوري. سيد يوسف، أبدأ معك، قد يكون التذكير مفيدا كي لا تموت الحادثة وبالتالي يهرب الفاعل أو لا يحاسب الفاعل، ما الذي جرى في ذلك اليوم؟ نعم سيدتي، السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساءكم ومساء جميع المشاهدين. طبعا الذي جرى في ذلك اليوم، يعني كلمة مجزرة لا تصف، وإنما هي إبادة جماعية باستخدام بسلاح دمار شامل استخدم ضد المدنيين، يعني يا ريت استخدم ضد مناطق محصنة عسكريا أو مجهزة ضد السلاح الكيماوي، لا، ضد مدنيين معترين، يعني كانوا يقصفون قبل الكيماوي بمئات الغارات الجوية والصواريخ والقذائف، وكان بعدها هذا الكيماوي في 2013 الشهر الثامن. طبعا قبل الكيماوي كان هناك عشرات المجازر وبعد الكيماوي، ولكن الفارق في سلاح الكيماوي أنه في دقائق قليلة جدا أكثر من 1500 مدني فارقوا الحياة، 10,000 مصاب. أنا دخلت في تلك الفترة إلى منطقة في عين ترما، منطقة حي صغير في عين ترما يقطنه نحو 400 شخص، هؤلاء جميعهم قد استشهدوا خنقا بالسارين، يعني تخيلي 400 شخص. سأعود إلى الأعراض التي ظهرت على من قتلوا في ذلك اليوم، ولكن دعني أتحول إلى العميد زاهر. عميد زاهر، بعد هذه الحادثة تم سحب الكيماوي من سوريا، ولكن على الرغم من ذلك استعمل السلاح الكيماوي حسب ما أكدت بعض لجان التحقيق في محطات لاحقة. طيب، ما أهمية التوثيق؟ ما أهمية سحب الكيماوي نظريا إن صح التعبير دون محاسبة الفاعل؟ نعم، كل عام وانتم بخير والرحمة للشهداء، حياكم الله. أنستي الكريمة، إن قرار 21/18 هو قرار اختزل مأساة الشعب السوري، وليتها تم فقط عملية الاختزال، بل تم الاختزال بالكامل في مأساة الشعب السوري. أولا، الأسد وفقا لهذا القرار لم يسلم أسلحته، وقد أثبتنا ذلك تكرارا بكل القنوات وبكل الإعلام أن الأسد لم يسلم أسلحته، بل سلم قسم ضئيل فقط من هذه الأسلحة والقسم الآخر تم نقلها. ففي عام 2012 قبل بدء الأعمال في حلب تماما تم نقل معامل السفيرة والمنصورة بالكامل باتجاه معسكرات الشبيبة. الأسد لم يسلم أسلحته، ورغم ذلك كانت مادة الكلورين لم تشمل بتلك القرار. يعني هذا التواطؤ الدولي حول هذا الموضوع بالذات يبرهن الآن على حول كيفية قيام الأسد في الاستخدام. مادة الكلورين مادة عبارة تستخدم في المنظفات والصناعات وصناعات التنظيفات والصابون وإلى آخره، يعني غير مشمولة في ضمن قرار 21/18. قام الأسد بالتعاون مع الكوريين الشماليين باستيراد أكثر من 12 طن من كوريا الشمالية عن طريق إيران وعن طريق خبراء إيرانيين، إضافة لخبراء من الروس. تم تركيب رؤوس الصواريخ المتوسط المدى والبعيد المدى من قبل الخبراء الروس على تحتوي على مادة الكلورين، تركيب هذه المادة السامة على الصاروخ. وبذلك نعم، شو أهمية كل هذه التفاصيل إن كانت هذه التفاصيل والوثائق لا تملك أن يب تنفيذية لمحاسبة الفاعل؟ لا يوجد إرادة دولية لمحاسبته، بل هناك كنا نقول نحن أن صمت المجتمع الدولي المجتمع الدولي متخاذل، بل أقول هناك تواطؤ وهناك شراكة، ودليل الشركات الأوروبية التي تعمل بقطاع خاص والتي تورد نظام الأسد لم يتم محاسبتها بشكل علني وبشكل فاضح. الشركات البلجيكية، الشركات السويسرية، الشركات البريطانية، الشركات الألمانية، كلها تزود نظام الأسد في مادة الإيزروبنال التي هي أساس تكوين المادة السامة، لم يتم محاسبتها ولم يتم هناك محاكمتها بشكل علني أمام مرأى العالم.
وإذا كان التواطؤ الدولي اليوم يقولون بريطانيا تقول أن المنظمة غير مكتملة المهام كونها لا توجد فيها أداة تنفيذية لتحديد أجهزة فعالية. أتحول إلى سيد يوسف. يعني أنت شاهدت مجزرة الغوطة، اليوم يتحدث السيد زاهر عن تواطؤ دولي، أيضا هنالك محاولة لإعادة تعويم نظام الرئيس بشار الأسد، يعني أنتم كيف تشعرون وأنتم شاهدتم على تلك المجزرة واليوم يعني يتم إعادة تعويم من كان مسؤولا عنها؟ نعم سيدتي، أنا وغيري من الناشطين ليس كنا شاهدين فقط على مجزرة واحدة في الغوطة، هناك عشرات المجازر، منها بالسارين، منها بالكلورين، منها بمواد كيماوية لا نعرف ما هي وقمنا بتوثيقها، منها بالطيران الحربي والفراغي. والقاتل منذ مجزرة 2013 إلى الآن بشار الأسد وكل متورط في هذه المجزرة المروعة إلى الآن هو يمارس عملية الإجرام ويمارس عملية القتل والتصفية في المعتقلات. للأسف ليس فقط هذه المجزرة هي بدون محاسبة، ليست مجزرة الكيماوي اليوم هو ذكر هذه المجزرة للأسف، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك بدل أن نحتفل في هذا العيد أصبحنا نتحدث عن شهداء تركوا بدون أن يؤخذ حقهم من المجرم والقاتل الذي قام بتصفيتهم خنقا بالسارين. اليوم هناك صراحة أوجاع كبيرة إلى الآن، تخيلي سيدتي إلى الآن هناك يعني الأسد يحاول في الغوطة مثلا نبش قبور هؤلاء الشهداء وانتهاك حرمة هؤلاء الموتى يعني وسحبهم إلى جهة مجهولة. هناك أنباء تتحدث أنه يقوم بحرق هذه الجثث. يعني هل يمكن المجتمع الدولي ماذا يريد؟ هل يمكن أن تستقيم الأمور حتى لو فرضت حلول سياسية من الخارج دون محاسبة الفاعلين على كل هذه الأفعال؟ هل يمكن أن يستقر الوضع الدولي؟ لا يمكن أن يستقر الوضع، هذا الأمر بالتأكيد، يعني إلا أن هن بدهم يعيشوا يعني البلد بلا شعب. يعني اليوم الملايين خارج سوريا، شاهدنا مقطع لأحد لرئيس مجلس محافظة درعا على ما أذكر بمقابلة على تلفزيون نظام الأسد يقول أنه قاعد ينتظر كل نهار، عم ينتظر 150 عائلة سورية ما دخلت كل عائلة من الحدود. اليوم الشعب السوري يعني صراحة بحالة خوف ورعب كبير، الملايين في تركيا وفي أوروبا وفي لبنان. الأسد يحتفل بعودة 50 عائلة إلى الزبداني. للأسف انتهى الوقت. يوسف البستاني الصحفي وشاهد على مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية، كنت معنا من ريف حلب. كما أشكر من بروكسل العميد زاهر الساكت مدير مركز التوثيق الكيماوي السوري. إذن أقرت الحكومة المغربية مشروع قانون يعيد العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية التي ستسري لمدة عام على كل مواطن ذكرا كان أم أنثى يتراوح عمره بين 19 و25 عاما، وستكون مدة الخدمة العسكرية عاما كاملا. ولا يزال مشروع القانون بحاجة لإقراره في البرلمان الذي سيناقشه في أكتوبر القادم، وحدد المشروع مجموعة من الأسباب يمكن أن تعفي من الخدمة العسكرية، وهي أولا العجز البدني أو الصحي وإعالة الأسرة والزواج بالنسبة للمرأة ووجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها ومتابعة الدراسة. ثانيا يعفي القانون أعضاء الحكومة والبرلمان وبعض فئات موظفي الدولة المشمولين بنص تنظيمي من الخدمة الإلزامية. ثالثا يستثنى من الخدمة العسكرية الأشخاص الذين صدرت في حقهم عقوبات جنائية أو عقوبة حبس نافذة لمدة تزيد عن 6 أشهر. ينص المشروع أيضا على عقوبات مادية والسجن بحق الذين يمتنعون عن الاستجابة للأمر أو الذين يساعدون أشخاصا مطلوبين لهذه الخدمة على عدم الامتثال. كان المغرب قد ألغى في عام 2006 الخدمة العسكرية الإلزامية التي كانت تسري حصرا على الذكور.
ينضم إلينا هنا في الاستوديو محمد فناش الكاتب الصحفي المغربي. أهلا بك سيد محمد. سيد محمد، ما الدافع وراء إعادة الخدمة الإلزامية في المغرب؟ هو القرار جاء قرار مفاجئ لجميع المغاربة، باعتبار أن الخطوة لم تخضع لنقاش في الرأي العام المغربي، يعني اتخذ القرار وصدقت عليه الحكومة. وشخصيا كمتتبعين فوجئنا بالأمر، خصوصا أنه كما يقال يعني الشيطان يكمن في التفاصيل. تفاصيل هذا القرار كانت يجب أن تكون أوضح للشعب المغربي من هي الفئة المستهدفة من للتجنيد الإجباري، ليس فقط الشباب من سن 19 إلى 25، لكن ما هي الأهداف، ما هي الأسباب، ما هو الطموح. سيعاد ويناقش في البرلمان، هل في إمكانية عدم صدوره أو عدم إقراره من قبل البرلمان المغربي؟ لا، لن يرفضه البرلمان المغربي، خصوصا بالطريقة التي جاء بها. لكن طيب، قلتم بأن الخطوة جاءت مفاجأة، بتقديراتكم ما هي الدوافع وراء هذه الخطوة، لا سيما أنه ألغيت الخدمة الإلزامية في عام 2006، ما الذي تغير اليوم؟ المدافعين عن وجهة التجنيد الإجباري يرون أنه هناك بعض الدوافع نتيجة لتصرفات بعض الشباب في الشارع العام، لا بد من ضبط هذه الأمور، لكن هذه الحجة ضعيفة جدا. لماذا؟ لأن المشكل هو مشكل عميق مرتبط بالمنظومة التربوية، المنظومة التعليمية. عندما انهار التعليم في المغرب وانهارت المنظومة التربوية، هذه هي النتيجة التي ترى على الشارع، وبالتالي لا بد معالجة من الأصل. اليوم هناك هروب إلى الأمام، كذلك هناك نقاش مغربي شبابي سياسي كبير جدا خارج الإطار الحكومي، خارج الإطار الحزبي. مثلا عندما ظهرت المقاطعة كإبداع مغربي في العالم العربي، وأعطوا إشارة أن السوشيال ميديا وأن مواقع التواصل الاجتماعي لها وزنها، وفرضوا ضغط جماهيري كبير. فبالتالي البعض يرى أن هذه الخطوة هي إبعاد الشباب، تهديد الشباب كذلك ممكن أن تكون وسيلة ضغط. هذا فقط احتمال، لكن للطرفين تهديدهم بماذا؟ يعني التجنيد الإجباري مثلا الآن يمكن أن يكون وسيلة ضغط، وسيلة ابتزاز على الشباب. طيب، المغربي، ما هي أصداء هذه الخطوة لدى الشباب المغربي؟ يعني عادة ما يرفض الشباب أن يتجندوا في الجيش في ظل بطالة مرتفعة في المغرب، ألا يمكن أن يكون ذلك حلا؟ لن يكون حلا. لماذا؟ لأنه تجنيد سنة والعودة إلى نقطة الصفر من جديد، وبالتالي بالنسبة لي لم يكن حلا. لو كان هذا التجنيد هو تجنيد حقيقي من أجل وظيفة معينة، من أجل الدفاع عن الوطن، من أجل كذلك ضمان حقوق هذا الشاب، أنا ذاك سنصفق لهذه البادرة. أما والحال أن يبعد عن أهله وعن ذويه مدة سنة ويعود إلى، بالعكس هناك مثلا في السابق في التجنيد الإجباري من يخرجون من التجنيد الإجباري وهم في حالة سخط على الوطن، في حالة سخط على المؤسسة العسكرية. لماذا؟ نتيجة للإهانة التي تعرضنا لها داخل فترة التجنيد. وبالتالي أظن أن المستفيد من هذه الخطوة هي بعض الجهات السياسية التي تريد أن تبعد بذلك، بعض الجهات السياسية التي تستفيد من طبيعة، خصوصا بعض الأحزاب السياسية التي تستفيد من طبيعة الحكم على طريقة أن الأحزاب تستفيد من ثروات الوطن، من خيرات الوطن، من رواتب ضخمة جدا في بلد فقير أو مفقر صح التعبير، في شباب يعاني من البطالة، ارتفاع نسبة البطالة إلى درجة خيالية، الاستثمار يتراجع بشكل كبير جدا نتيجة الابتزاز السياسي لبعض المجالس المنتخبة في المحافظات. وبالتالي بالأمس هذا المشروع، اليوم الإعفاء عن عفو ملكي عن 11 شخصا من متظاهري الحسيمة، هل هنالك أي ترابط أم أنه التزامن يعني منطقي؟ العفو عن 11 شخص من الحراك خطوة شجاعة من العاهل المغربي، نصفق لها بشجاعة، لكنها يجب أن يرتفع السقف إلى الكثير من الصحفيين المعتقلين. هل التزامن اليوم بريء بين أظن أن عيد الأضحى عادة في عيد الأضحى يتم العفو عن بعض المعتقلين السياسيين. إذا كان يتم العفو عن المجرمين، فلماذا لا يتم العفو بشكل عام وبشكل أكبر وبشجاعة أكبر على الصحفيين مثلا المعتقلين أمثال حميد المهداوي، أمثال توفيق بوعشرين، أمثال كثيرة؟ لا بد من الوضوح في الرؤية. الدولة عندما تصبح تخاف من شبابها تصبح دولة ضعيفة. لا بد من الشجاعة، لا بد من قبول الانتقاد، لا بد من الرفع
في المغرب. البيان بيان الحكومة يقول بأن تطبيق الخدمة العسكرية يهدف إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب في إطار الالتزام أو التلازم بين الحقوق والواجبات. الروح الوطنية لابد أن تزكى داخل البرلمان، ويتنازل البرلمانيون عن نصف رواتبهم الشهرية الضخمة جدا، وكذلك الحكومة وكذلك بعض موظفي القصر الملكي، وأنا ذاك يمكن أن نتحدث عن روح الوطنية. أما أن نلزم أبناء الفقراء الذين يعانون أصلا الفقر ويعانون الويلات ونأخذهم سنة إلى الخدمة العسكرية وبعد ذلك نعيدهم إلى نقطة الصفر من جديد. طيب. أظن في نقطتين أن الوقت يمر سريعا، لماذا الإناث هذه المرة لم يكن سابقا في الخدمة الإلزامية الإناث؟ ما دامت مقدمة البرنامج من النساء ففي جانب المساواة هنا لا يمكن أن نخرج عن النص، هو الموضوع يناقش في خلله بشكل عام عندما نرفض تجنيد الإجباري يعني لكن في إطار المساواة علينا أن نقبله. ما كان في إناث. فيما يتعلق بالبوليساريو وموقفها أن الخطوة تتناقض مع الجهود التي يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام، وأن هذا الإعلان ما هو إلا إشارة واضحة إلى أن الرباط غير جادة في التوصل إلى حل سلمي لقضية الصحراء. أولا الوحدة الترابية وأنا من مؤيديها، وبالمناسبة أنا من الجنوب المغربي ومن الصحراويين المؤمنين بالوحدة الترابية. الوحدة الترابية هي نقطة قوية، لكن على المغرب أن يوضح جرأة أكبر في أي ارتباط بين هذا القانون وقضية البوليساريو. لا أظن، البعض يظن بأنه هناك حرب سرية يتم التهيئة لها، لا أظن أن المغرب سيدخل في حرب مع البوليساريو، ولا أظن كذلك أن البوليساريو ومن معه ستدخل في حرب مع المغرب، لأن من سيدفع التكلفة هو اقتصاد المغرب وكذلك هو الشباب المغربي والشباب الصحراوي. محمد فنيش الكاتب الصحفي المغربي كنت معنا هنا في الاستوديو. رغم أنه يستخدم تويتر كمنصة رئيسية لإعلان سياساته، بل إنه في بعض الأحيان يصدر قراراته من خلالها، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر مهاجمة شركات مواقع التواصل. ترامب قال إنه من الخطورة الشديدة على شركات مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك أن تسكت الأصوات عبر خدماتها، ملمحا إلى أنها تمارس تمييزا ضد أصوات الجمهوريين وتنحاز للديمقراطيين. كمن يدافع عن الحريات بدا ترامب، انتقد مؤسسات الإعلام الاجتماعي الكبرى على إجراءاتها الرقابية، لكنه في الواقع لم يكن ينتقدها من حيث المبدأ، وإنما لأنها تنحاز برأيه ضد المحافظين والحزب الجمهوري. وتأتي تصريحات ترامب في ظل تصاعد الأصوات في الكونغرس للمطالبة بضبط استعمال منصات التواصل الاجتماعي كأداة للترويج لبروباغاندا الدول الأجنبية لا سيما روسيا. وفي سياق مشابه كشفت شركة مايكروسوفت عن استهداف قراصنة مرتبطون بوكالة الاستخبارات الروسية لمواقع إلكترونية أمريكية متعلقة بمجلس الشيوخ وبمراكز أبحاث محافظة في العاصمة الأمريكية تطالب بتشدد الولايات المتحدة في علاقتها مع روسيا، وقد نفت موسكو هذه الادعاءات مطالبة بالأدلة. لا نعرف ما القراصنة الإلكترونيين الذين يتحدثون عنهم، عمن هم بالضبط يتحدثون؟ نحن لا نفهم ما هو البرهان والأساس بالنسبة لهم في استخلاص هذا النوع من الاستنتاجات. لا توجد دلائل على هذه المعلومات. فماذا سيكون رد البيت الأبيض على ادعاءات شركة مايكروسوفت بما أنه يصور على أنه صديق لروسيا؟ لا أعتقد أن دونالد ترامب سيتأثر بهذه القصة على الإطلاق. ترامب يركز في الواقع على تحقيقات مولر في التلاعب في الأخطاء. تحذر مايكروسوفت أن هذه المحاولات وغيرها تشكل تهديدات أمنية لمجموعات واسعة مرتبطة بكلا الحزبين السياسيين الأمريكيين في مرحلة الاستعداد للانتخابات النصفية في نوفمبر 2018. من معركته مع المؤسسات الإعلامية إلى السوشيال ميديا يتوجه ترامب، وفي جميع الأحوال شعاره واحد: من ليس معي فهو ضدي. اليوم الخميسي، تلفزيون العربي، واشنطن.
ينضم إلينا من واشنطن عبد الرحمن يوسف الكاتب الصحفي. سيد عبد الرحمن، ما الذي تغير لكي يهاجم الرئيس ترامب مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعتمد تويتر كأساسا لإعلان قراراته؟ نعم، هو أيضا هو ليس فقط يعتمد تويتر، بالعكس هو في عام 2017 دخل في جدل كبير ومدح فكرة استخدامه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية لوسائل التواصل الاجتماعي بسبب نفس الأسباب، أن CNN وغيرها من المحطات يعني هي تكذب برأيه، ومن ثم يعني هذا يغير اليوم حالة التناقض أو يكشف يعني رغبته. نعم نعم، الذي تغير أنا أرى أنه تغير عاملان رئيسيان. العامل الأول أنه بدأ يعني أن هناك تضييق كبير من بعض منصات التواصل الاجتماعي على بعض المتطرفين أو بعض اليمينيين، ولا سيما ممن هم يؤيدون فكرة استخدام السلاح أو مؤيدون جماعات حق امتلاك السلاح واستخدامه. وكان منهم أليكس جونز، وهو رجل يعني يميني معروف يهاجم المجموعات التي ترفض التوسع في استخدام السلاح أو حق حيازة السلاح، وينشر كثير من النظريات المؤامرة وغيرها ممن يفندها الديمقراطيون. هذا الرجل له ثقل كبير في وسط اللوبيات الخاصة به دعم السلاح، وترامب نفسه هو يدعم هذه اللوبيات، وهذه اللوبيات جزء من المجموعات التي تدعم الجمهوريين. ونحن مقبلون على انتخابات تجديد نصفي في نوفمبر القادم، والمؤشرات الحالية أمامنا ومن خلال بعض تغطياتي في ولايتي فيرجينيا وميرلاند صحفيا، يعني هناك إقبال كبير جدا جدا من الديمقراطيون، وحتى الديمقراطيين فازوا وانتصروا على الجمهوريين في ولاية هامة مثل ولاية فيرجينيا في انتخابات يوم الانتقادات التي واجهها ترامب. هو يخلق من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الانتقادات التي واجهها ترامب، هل يمكن أن تقترن بخطوات عملية عقابية؟ يعني نحن نعلم بأنه في رقابة متزايدة من قبل الكونغرس على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالدعاية الأجنبية. نعم، هناك رقابة شديدة، والكونغرس يحاول استصدار تشريعات جديدة فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، لكنها ما زالت قيد البحث. الأمر الآخر أن هناك علينا أن يعني نتذكر أن فيسبوك سلمت قرابة 500 حساب وجدت أنها يعني استخدمت روسيا أو يشك أنها استخدمت روسيا، سلمتها إلى مولر رئيس لجنة التحقيق فيما يتعلق بالتدخل الروسي في الانتخابات الماضية. ومن ثم هناك عين نستطيع أن نقول رقيبة بشدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالمناسبة هي أداة أكثر استخداما للديمقراطيون من الجمهوريون، ومن ثم هو يستبق ربما الأحداث أو ربما يأخذ خطوة مسبقة في اتجاه هذه وسائل التواصل الاجتماعي خشية النتيجة التي يتوقع كثير جدا من الخبراء أن تكون في صالح الديمقراطيون، الأمر الذي سيجعل الكونغرس ينقلب رأسا على عقب ضده، لأنه لن يكون معه الأغلبية الجمهورية التي هو يعني تساعده في دعم قراراته المتغيرة وقراراته ضد المهاجرين وقراراته التي تثير جدلا من آن لآخر. ومن ثم أنا أرى أن هناك سببين رئيسيين. السبب الأول هو بداية التضييق على بعض المتطرفين وبعض داعمي أو مروجي، يعني هو يعادي وسائل الإعلام هذا الدعم، والآخر هو انتخابات يعادي الصحافة، يعادي وسائل الإعلام، يعادي وسائل التواصل الاجتماعي أو ينتقد وسائل التواصل الاجتماعي. يعني لماذا كل هذا الكره أو لماذا كل هذه المعاداة لكل ما يشكل الرأي العام ويقولب الرأي العام عادة؟ يعني هو أولا ترامب شخصيته هو رجل أعمال اعتاد أن يعطي الأوامر، لم يعتاد أن يتلقى أي انتقادات، هذا جزء رئيسي في شخصيته. هو كرجل أعمال يتعامل بلغة الصفقات ولغة يعني كما نقول باللغة العامية تعالية السقف أو رفع السقف أو المهاجمة الشديدة. هذا الأمر أيضا يجد صدى كبير في آخر استطلاعات وآخر تحليل إخباري نشر على CNN، أن هناك أن قواعد يعني ترامب ربما يواجه بعض الإشكالات
إشكاليات من المشرعين الجمهوريين الذين يخالفون بعض قراراته أو يرون أنه لا يسير بالطريقة التي اعتيد السير عليها، في حين أن قواعده إلى الآن ما زالت تتمسك به. وهذا أيضا نشرته شبكة NPR وهي أهم ربما شبكة إخبارية عامة في الولايات المتحدة الأمريكية، نشرت أيضا هذا الكلام. ومن ثم هو ترامب بشكل رئيسي يوجه خطاب، جزء من خطابه يستهدف به قواعده التي تتمسك به، وهو يعلم أن هذه القواعد هي من أتت به وليس الاستشاريين أو ليس التشريعيين الجمهوريين، بالعكس هم استفادوا منه حينما فازوا بالأغلبية يعني تزامنا معه في انتخابات الكونغرس في 2016. الأمر الآخر أنه لم يعتد كرجل أعمال أن يتلقى النقد أو أن يتعامل كسياسي يستطيع أن يناور أو يستطيع أن يهادن أو يستطيع أن يتراجع أو يتقدم، هو شخص لم يعتد هذا. ومن ثم هذا جزء من تكوين شخصيته، ومن هذين هما العاملين الرئيسيين الذي أرى يعني. عبد الرحمن يوسف الكاتب الصحفي كنت معنا من واشنطن، شكرا لك. بهذا نصل إلى نهاية الساعة الأخيرة، شكرا على الطيب المتابعة وإلى اللقاء.